BMW M5 وحش مخبي في سيارات سيدان، كتعتبر من أسرع سيارات سيدان في العالم. بداية ديالها كانت 1984. اليوم غنجربو لا M5 F10 اللي بدات في 2012. ديال الام 5 لو مونستر. اول حاجه غنهضروا على برا لا ديفيرونس ديالها مع الام 5 العاديه. اول حاجه كتشوفها الباشوك ديالها لي زونتريدير اللي كيبردوا الانتركولر كبارين. هي عريضه على سيري 5، فيتها ب 3 سنتيم 1 سنتيم دمي كل جهه. جهه لي زيل كاينين عاوتاني لي زانسير اللي فيهم لي لوغو ام 5. لاغيير باين 4 سورتي ديشابمون والديفوزور. من الجناب غتبان لك بحال سي 5 عاديه، مي الا لاحظتي غيبانوا لك لي ديسك كبار ولي جونت 20 بوص. بالنسبه للي جونت ما كتخرجش دو سيري 20 بوص، كيخرج فيها 19 وعاد كاين اون اوبسيون كيخرجوا 20 بوص. لي ريتروفيزور ديالها تيبانوا مبدلين على سيري 5 بروفيلي، والبيكي اريير اللي تيكون في الكوفر تا هو هذاك تيخرج دو سيري في لي ام 5. مينا نهضروا على الانتيريور. اول حاجه هما لي سياج كونفورتابل ام لي ريغلابل فول الكتريك، فيهم لي ريغلاج ديال كلشي، فيهم لي ريغلاج لومبير، كاينين هادو كيما تيان لو كور ديالك حتى هما، لي زانسير اللي كاينين في الطابلو دو بور، الو سبيسيفيك تيكونوا في الام 5، الباك ام غيكونوا مغيرين ماشي كيف كيف، وهاد لو بومو دو فيتاس صغير ديال الام اللي راه كيشبه الام 5 القديمة حتى هو، اللي عنده واحد لوك سبيسيال، المهم كتطلع في الطوموبيل كتشوفو كتعرفها ام. لو فولون فيه لو لوغو ام افيك لي باليت، الكونتور تتلقى فيه 330. لي تور بار مينوت تال 8. ليكرون كبير، سا نورمال غيكون في الام 5 ما يكونش صغير بالنسبه للسيري 5. بالنسبه للطابلو دو بور اون اوبسيون كيكون فيها الكوير، ماشي كامل ماشي دو سيري كتخرج. بالنسبه للسطح تيكون اون نوار، واني لا الكونتار اون اوبسيون. بالنسبه للو كونفور راك غادي في اون فواتور كونفورتابل، تقدر تمشي انت وعائلتك ترونكيل اون ميم طون، راني تاكتيفي لي مود هضره اخرى. غنجيو الطابلو دبور ديالها كنهبطو لتحت، كنلقاو بومو دو فيتاس و لي بوطون. البوطون الاول هو اللي كيحيد لونتي باتيناج، الثاني تيعطيك لا سونسيبيليتي ديال لاكسيليغاتور، الثالث لا سوسبونسيون اما كتقصح اما كترطاب، الرابع القصوحيه ديال الفولون. هادشي كيتكونفيكورا في لي مود، دايما تيكونو 3 مود في هادشي كامل: كونفور، سبور، سبور بلس. عاد كاين البوطون ديال لا سونسيبيليتي دي رابور، يعني الا طلعتي كامل يعني الطوموبيل ملي كتكون غادي كتعمر مزيان عاد كدوز. نهضرو على الموتور. اول موتور اللي داروا فيه التوربو، اللي قبل منه كان الفي 10 اتموسفيريك، دونك هذا 4 لتر 4 بي توربو اللي فيه 560 في الهورس باور ديالو، وفي الكوبل فيه 680. المهم هادشي اللي تيقولوا كاين، مي الا حطيتيها في لو بون باينه غتلقى شي حاجه زايده ضروري. مي كنهضرو على الموتور غنهضرو على لا كونسوماسيون. كونسوماسيون غاتجيكم ريديكول، مانونسي 9.9 اصلا هي في المدينه راه زعما سا دي باس با واحد 14 فريمون سا كونسوم ريان. بالنسبه لا جينيراسيون اللي قبل منها ما كتكونسومي والو، عاد لي ميسيون سي او 2 حتى هي ناقصه بزاف. نقارنوها بالفي 10 باغ اكزومبل الام 6 ولا الام 5 والمقارنه معاها، لوتونومي تقريبا في المدينه دوبل. دابا الا عطاتك الام 5 500 كيلومتر، الام 6 كتعطيك 250 باغ اكزومبل. بالنسبه لي سونساسيون راه ملي كدير لي مود راه الفولون كيقساح باغ اكزومبل لا سوسبونسيون، مي ملي كتكون مود كونفور راه اون فواتور عاديه وكونفورتابل، والداخل كاين سكات ما كتسمع والو. بالنسبه للصوت ديالها راه سي نورمال من ولات توربو راه الصوت تينقص، واني واخا هكاك ملي كتسخن ليها لا لين كاين لي فيها واحد لاباس واعره، الصوت كيتجهد، وتا في الديماراج حتى الكولد ستار حتى هو فيها واعر. بالنسبه للشوفه ديالها ملي كيشوفوها الناس لي ديسكريت ما كتعرفهاش، زعما صعيب غير شي واحد لي كونيسور لي غيعرفها. ام 5 كيعرفها راه اسونس ولا شي حاجه بحال هكا.
الشوفه ديالها ملي كتشوف كتبان لك راه كاينه اون ديفيرونس لازال، كتبان لك شي حاجه كي فابا، مي تدوز كيبان لك كاتر سورتي ولي ديسك. لي ديسك المهم اللي كاتر سورتي راه يقدروا يديروهم شي سيري 5 شي باك ولا شي حاجه، مي لي ديسك تيبانوا لك كبار ولي بنو فيها كبار. بالنسبه لهاد الطوموبيل راه ما بقاش فيها لي بنو دوريجين، راه فيها دابا 305 كتبان عريضه شويه. عرفتي الكوبل؟ الكوبل كاين في 1500 كتقيسها، ما كتضحكش الطوموبيل، ما كتضحكش في الطريق، غير هي فيها واحد الديفو. في المدينه راه الا حيدتي لا زاد وداك الشيء راه ما غاتزيدش، كتبقى تباتيني تباتيني جو سي با تقدر تباتيني حتى تروازيام ولا كاتريام. هي ليفيكاسيتي ديالها كاينه في لوطوغوت ولا في ارض تكون حرشه، كاينه هي تخوط بيسونس بالنسبه للمدينه. حاجه وحده اللي كتعجبني بزاف انتم كتمشي وغدوز هذيك هذيك تدوز ديك لاباس، واحد لاباس حنينه وهذيك لاباس كتسمعها على برا. المهم لي فيديو اللي كاينين في يوتيوب راه الصوت ما تيعطيكش داك الصوت فري ديالها، حيت هذه ستوك ما مبدل فيها والو، وين راه كاين واحد واحد لاباس واعره فيها اكثريم كتسخن. اوف هذاك لي رابور، اوف انا نكرات عملت الدوزيام. كيكون موراك تيسمع تيتنغم. الطوموبيل كتلعب و ام دي ام راه كتردك شويه كتعاونك، غير هي سي دي كونساي تحيد كلشي، الا حيدتي كلشي كسيريتي غتلقى راسك تدور بك الطوموبيل كامله، حيت هما ام الام دايرين لك لي زيد باش يعاونوك. المهم في الاول كدير ام دي ام باش كتابيتيو لا فواطور، ماشي تجي وتكسيري بها. من اغلبيه الطوموبيلات في المغرب كتلقاهم اللي تيشري الطوموبيل ما كيقراش عليها، ما كيعرفش شنو كاين، كيصدق اكسيلاراسيون حتى كيلقى راسو في شي طريطوار ولا شي حاجه. بالنسبه لي فواطور ام باش تحافظ عليهم، واحد الحاجه كنعاودها وكنقولها حتى لي فواطور، سخن الطوموبيل ضروري، خصك تسخن الطوموبيل. كاين كيقول لك لا الطوموبيلات جداد لا ما خصكش تسخنهم ولا شي حاجه، لا الطوموبيل خصها تسخن، حيت لا الزيت تطلع بشويه عليها. وهذه اغلبيه لي فواطور اللي وقع فيهم مشاكل في الموتور ديماراو خلاوها غير هذيك كولد ستارت، فات واحد شويه كسيره مشى الموتور تمتم. دابا مع لا لين كتسخن شي شويه وبالان دي ام كاين الكرابي كيتحل، هانتوما تسمعوا كاين لا باز. ما قلتلكمش لا بواط ديالها ديكاجي 7 رابور دوبل امبرياج، فريمون لي تري رابيد، كتضيعش الوقت. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، المهم بارطاجوها مع الناس اللي باسيوني العزيز عليهم لي ام بحالي بالنسبه لهاد الطوموبيل هادي، من لي فواطور اللي انا كنفكر فيهم يعني مستقبلا ان شاء الله. ما عارف انت اول ام كانت عندي هي لام 346 وكنقول الا نقصت غنقص لام 5 كتشني بعقلها وبويسونت. بون ويكاند الله فراسكم.